حياكم من جديد مشاهدينا، وإلى أخبار ومنوعات ساعة شباب لي اليوم. وأول خبر لملاكم يسقط خصمه بضربة واحدة، أتوقع بأنها الضربة القاضية، راح نشوفها مع بعض في هذا الفيديو. وأسقط ملاكم خصمه في 22 من بدء النزال بلكمة واحدة ومباشرة لينهال عليه ضربا قبل أن يوقف الحكم اللقاء معلنا فوزه. صراحة أنا ما أفهم هذول الملاكمين، يعني خلاص أعطيته ضربة قاضية خليه. ليش هذه اللكمات اللي ورا بعض؟ يعني حرام. وتمكن طبعا بالنهاية الملاكم النيوزيلندي من إسقاط الملاكم الأمريكي في الجولة الأولى، في 20 ثانية كسب هذا النزال. ولكن صراحة يعني شوف يا ويلي، ما أقدر أشوف هذه المناظر أبدا، هذه مرعبة بالنسبة لي فعلا. عموما خلونا نروح لخبر جميل جدا، ورجل كفيف يركض 5 كيلومترات بمفردة. تمكن رجل كفيف من الركض لمسافة 5 كيلومترات في سنترال بارك نيويورك دون الاعتماد على كلب أو مساعدة بشرية، وذلك بالاستعانة بالذكاء الصناعي عبر سماعات موضوعة في هاتف ذكي. وتلتقط الكاميرا الهاتف خط إرشادي مرسوم على مضمار الركض، طبعا يزوده بإرشادات سمعية عبر سماعة الأذن. صراحة واحدة من أجمل الاختراعات اللي ممكن نشوفها فعلا، وإنجاز جميل. هذا لما نقول فعلا التكنولوجيا وفرت لنا الكثير من الأمور أن نستخدمها في مساعدة الناس المحتاجين. وكمان هذا الشخص كان طموحه عالي جدا أن يوصل لهذه المرحلة ويمشي ويجري ويمارس حياته الطبيعية جدا كأي إنسان طبيعي وبدون أي مساعدة. شكرا على هذا الإنجاز الجميل. روح لأعلى مصعد خارجي في العالم من ارتفاع 326 متر. وأنا من ساعة شباب اليوم أتحداكم، مين فيكم يجرب هذا المصعد؟ طبعا هذا المصعد يعتبر الأعلى في العالم، ويطل على مناظر طبيعية مذهلة في إحدى غابات الصين، ولا تستغرق رحلة سوى 88 ثانية. يعني 88 ثانية من عمرك راح تكون معلق في السماء. اكتسب هذا الموقع شهرة عالمية لذا استلهمه المخرج جيمس كاميرون لوضع ديكورات الكوكب الخيالي بندورا لفيلم أفاتار الذي عرض في عام 2009. مين فيكم شاف فيلم أفاتار؟ أنا واحدة من المعجبين جدا بهذا الفيلم، صراحة كان خيالي ممتع جدا، وهذا الموقع ترى استخدمه في هذا الفيلم. نروح إلى كوارث السوشيال ميديا أو الحوادث اللي ممكن تصير. رجل رفع عينيه إلى أعلى وفجأة تحرك لينهار فوق كل شيء. هذا الرجال كان قاعد يحاول أن يغسل سيارته، يعني سبحان الله ربي نجاه. كان قاعد يغسل سيارته ويشيل الثلج منها، فجأة تحرك شوية إلا خرسانة من فوق طاحت على هذه السيارة. الغريب في الموضوع أنه يعني علق البعض قاعدين يباركون للشهرة، أنه مبروك والله صرت مشهور. ما أعرف شهرة على إيه، شهرة عشان طاحت خرسانة على سيارته وهو نجا صار مشهور. وهو طبعا قال وأكد بأنه كان يفضل أن تكون سيارته سليمة بدلا من الشهرة، وهو صادق والله، لأن الشهرة ما راح تعطيه فلوس ولا راح ترجع له سيارته. فمن جد أشياء غريبة وعجيبة نشوفها في هذا العالم. وهذه كانت آخر أخبارنا لليوم، ولكن أكيد مكملين معاكم. وبعد الفاصل بودكاست مع أحمد، تجربة شبابية تستاهل نسمعها، انتظرونا.